قاعد مثلا في عنصرين تقال في ميثاق سليف بسوية الوضعية، اجتمع اليوم الخميس اجتمعنا معه وكان رئيس وقنعوا الحمد لله قاعد فضل البقاء في ميثاق سليف، لأن الشالونج يعني اللي في ميثاق سليف يخليه باش يزيد يبقى في المشروع تاعو، وهو لاعب شاب وعنده مؤهلات يبقى في المنتخب الوطني، لذا فضل باش يبقى في ميثاق سليف.